السلام عليكم. بالنسبة للفيديو الأول اللي كنا شفنا هو كان خاص بالنسبة للـ SSD، يعني حاولنا نديرو كيفاش يدير لانسكريبسيون في لابليكاسيون زوم، يعني اب يعني لانستالاسيون لانسكريبسيون او ميم طون الكونفيرماسيون ديال الكونت اللي تكريا في زوم، او ميم طون شفنا كيفاش الأستاذ تيصيفط لانفيتاسيون للتلاميذ والتلميذات في الواتساب. دابا غادي نحاولوا نشوفوا ليتاب الثانيه اللي خاصه بالتلاميذ والتلميذات، انهم كيفاش يدخلوا لهذه الابليكاسيون من بعد ما تيانستاليوها. شنو هما لي زيتاب اللي خصهم يديروا؟ ليتاب الاولى، اون فوا التلميذ ملي تيتوصل بلانفيتاسيون من عند الاستاذ، تحاول يعني غادي توصل بها في الواتساب، تحاول يمشي للواتساب فوالا، ومن بعد تمشي لانفيتاسيون اللي صيفط الاستاذ. ديجا انا عندي هاد لانفيتاسيون هادي اللي ديجا مكتوبه هنايا، يعني سو فورم ديال ليان، يعني على شكل واحد ليان اللي مكتوب بالزرق. تنحاول نكليكي اننا على هاد ليان هذا، ومن بعد تنحاول نفتحو في لابليكاسيون اللي انستاليت انايا في التليفون اللي هي زوم. نحاول ندير واحد تيست فوالا. هنا تعطيني تقول لي هات لي هذا فين بغيت تفتحو، واش بغيت تفتحو في نافيغاتور او لا في شي ابليكاسيون. دونك غندير انا بلوس وغادي يعطيني لابليكاسيون زوم، غنقول لي شوف هاد ليان غادي تفتحو ليا في لابليكاسيون زوم. فوالا نكليك على زوم، نتسنى واحد شوية ريتما. فوالا هنا الى مثلا توصلت بهذا الميساج هك على هذا الشكل هكا، هنا تبين لي بان سميتو بالنسبه للاستاذ انه يعني سال الفورماسيون ديالو، يعني التوقيت ديال الفورماسيون سال. يعني خصني شنو ندير؟ خصني نتسنى لانفيتاسيون ديال الفورماسيون الثانيه اللي غادي يدير الاستاذ. فوالا هنايا ديجا عطاني بان هاد النيميرو هذا ديال الريونيون ني با فاليد، لان علاش؟ لان صافي الاستاذ راه خرج من الفورماسيون وغادي نتسنى حتى تيصيفط ليا كود خرج جديد او ليان خرج جديد. فوالا ندير اوكي. هنا اوتوماتيكمون الاستاذ يعني كريا ليا اخر وصيفط ليا انفيتاسيون اخرى اللي هي عندي انا هنايا لتحت. غنحاول نفس الطريقه، نكليكي ميم طون ندير بلوس ونمشي ندير زوم. فوالا نتسنى واحد شويه تما، فوالا تربط الاتصال بيني وبين الاستاذ. فوالا دابا هنايا كيف تشوفوا ان يعني حاولت ندخل الفورماسيون اللي دير الاستاذ. دابا غادي نحاولوا نربطوا اتصال بالاستاذ محمد المهري اللي هو استاذ بثانويه بيران زهران، وهو استاذ ديال العلوم الفيزيائيه. فوالا نحاول باش نتواصل انايا مع الاستاذ، خصني واحد الحاجه خصني نديرها اللي هي ضروريه، هو هذا الميساج اللي عندي انا اللي تحت اللي فيه ابل فيديو لسون دو لاباري. يعني ضروري خصني نكليكي على هذا الميساج هذا. علاش؟ باش نتواصل مع الاستاذ خصني نكليكي على الميساج. الا ما كليكيتش على هذا الميساج ما غاديش نسمع الاستاذ، والاستاذ ما غاديش يسمعني. اذا اول حاجه غادي نديرها هي نكليك على الميساج باش نربطو الاتصال مع الاستاذ مهدي. فوالا. السلام عليكم استاذ، حنا خدامين استاذ في تنديروا الشرح ديال لابليكاسيون زوم اللي خدام بها باش دير دروس يعني عن بعد و اونلاين. كنت نقول حنا اونلاين، نحاولوا بغينا ندير واحد تيست معكم يا استاذ باش نشوفوا الفورماسيون كيفاش تدوز بهاد لابليكاسيون هذه. تفضل استاذ. دابا انا غادي نمشي نكليكي على كيتي. فوالا كيما شفتوا دابا التجربه مع الاستاذ محمد المهري بثانويه بيران زهران، يعني حاولنا نديرو التيست في هاد لابليكاسيون هادي، وشفتو حتى الفورماسيون يعني كيفاش تدوز.
تيكون الأستاذ يعني تتواصل مع التلامذ يعني بطريقة يعني جيدة، الأستاذ يسمع التلميذ يعني إن فوا الأستاذ من تطرح التلميذ من تطرح السؤال وداك الشيء، يعني الأستاذ يسمع السؤال ديال التلميذ وفي نفس الوقت حتى التلميذ يعني تيسمع الجواب ديال الأستاذ، يعني ما تيكونش شي مشكل مثلا ما تحتاجش حتى الكونيكسيون كثيرة، يعني باش نقولوا مثلا خصنا واحد خص تكون الكونيكسيون مثلا طالعة بزاف، يعني الدي بي ديالها طالعة بزاف هذا ممكن نخدمه مع لابليكاسيون، يعني ما تحتاجش راه ان فوا يعني اي كونيكسيون عادية راه ممكن تخدم بهاد لابليكاسيون.